أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات في الصباح وعشر مرات في المساء، هل هذه من أذكار الصباح والمساء؟ أبو محمد بارك الله فيك لم يثبت في حدود علمي والطلاعي أن من أذكار الصباح ومن أذكار المساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات وفي الصباح وعشرة في المساء، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ومظهر من مظاهر محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويتاكد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجمعه ويوم الجمعه وعند ذكره صلى الله عليه واله وسلم